من سمح لك تقدم في اليومين اللي غبت فيها؟ أنا أنا اللي أقدم. أنت اللي قدمت؟ أنا اللي أقدم. ومن سمح لك تقدم وأنا والأيام هذه أيامي كفر. وأنا مش موجود كفر. لأنك كفر. جبل ولا يسد محلك إلا واحد جبل. الله يرفع قدرك ويرحم والديك ولا تتدخل في الأمور. لأن دقيقة أنا مشكلتي مع الشيف تم. هو اللي قدم أي. مسموح على جهيدة هو مسموح الله يرفع قدرك. لا بالدعوة في خيزران هو اللي قدم. عندك شيء هني تبيني اجي؟ اي تكفى. ابي القمع مال القهوه مسوينه بالفازه. من هو؟ القمع انا مال القهوه. وين راح؟ مسوينه بفازه الورد. والله اسالك بالله. اي والله يعني قهوه بالورد؟ شو نسوي يا اخي؟ والله الحاجه من الاختراع شو نسوي؟ طيب. اي وغطينا بالله. والله كلمك صدق من اللي مايك طافي دقيقه. تاكدوا يا عيال. من هو؟ الدعيري وين وين مايك انت؟ مايك مين؟ فرقبت مايك منو؟ انا بزبط لك خلاص خلاص انت لا تلبس دي. لا خلاص انا اسمعك. انت ترك مسموح يا بدير. يلا انت ترك مسموح. طيب والله صدق. وين محمد الدوسري؟ نزل اوكي خلاص. وين العيال؟ محمد الدوسري خالص ضدي. تكفى يا مشعل. ابشر بالسعر مشعل انت لابس مسوي زيتون. روح بروح اشوف الغنم شغاله يا شباب. من اللي معنا المتسابقين؟ محمد الدعيرم وصالح المكسر محمد الدوسري وبخيت. وين بخيت؟ ما ادري اروح ادور. خليك لا تدور انت كيف انت انا كيفك والخيزران راحت. هلا حياك الله. طلالتك اليومين اللي فاتت كانت جميله صراحه. تعلمنا منك تعلمنا منك. كم يوم واحنا معك. الله يوفقك. اللي ما يتعلم منك اصلا وش يقول؟ الله يرفع قدرك. تعودنا الكرم والطيب والشامه وفخامه الاطلاله. فخامه الاطلاله الشدة القوية الانتباه النظرات اللماحة تصيد من نظرة المتسابق يخاف من نظرة على طول وما ساعدت أحد مرة أبد. والدرجات راحت سليمة للمتسابق. ترى يهمني الوضع العام. والله شوف أنا عشان عكاشة لا لا عشان على قولتهم رجعت الأمور لمكانها. أمس صار في دروب والشباب اعترضوا ما دخلوا السجن. الدنيا بخير يعني اذا ما دخل السجن لا بس انه اعتراضهم يعني في وجهة نظر. اعترضوا انا ما سمعت. اعترضوا اعترضوا المتسابقين. اعترضوا المتسابقين ودخلوا ومعين يدخلون السجن. صحيح. ليتني موجود. لان ليتني موجود. بس هيب انا اكتشفت انه ليه هيبه في القريه. لا لا اكيد هذا بس اكيد طال عمرك هيبه ما يحتاج طال لما اقول السجن السجن ما حد يروح السجن. هيبه هيبه قويه والله من يوم غبت. لان امس موضوع بس بسيط طال عمرك. ايه الناس اخذت 40 بتقييمنا انا والمذوق. حلو. وفازوا. وناس اخذوا 90 بتقييمنا ودخلوا السجن. قالوا لا احنا 90 براي المتذوق هذا ما ندخل السجن. ما يدرون في تصويت جمهور. ما يدرون. تحسب ان اللعبه؟ لا الجمهور يشاركنا في كل شيء. إيه؟ الجمهور يشارك حتى في التقييم. فهذه الدروب اللي صار امس طال عمرك بغيابك اليومين الماضي. الله يرفع قدرك. الدنيا بخير وترى تمشي يعني.